بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حولي
وقضي